بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة الكرام الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا ميمونا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. أيها السادة الكرام، وقف بنا الحديث في الأمس، وأرجو وضع الجوالات على الصامت، أرجو من الإخوة الكرام الجالسين وضع الجوالات على الصامت. وقف بنا الحديث بالأمس على الكلام على مقياس المدود، كيف نقيس المدود، التطويل، لما نطول حروف المد الثلاثة وحرفي اللين، ما هي المقادير الزمنية التي من خلالها نضبط هذه المدود فلا تكون أطول ولا أقصر؟ وقلت بأن المقياس القديم الذي ذكره أئمتنا هو الحركة، وكانوا يسمونها في الكتب القديمة الألفات، يسمونها الألفات. قلت هذا بالأمس، لماذا بالألفات؟ لأن الهمزة مثلا ما تقول أنت أ أ همزة، لو أردنا أن ننطق همزة مفتوحة أ، كيف نكتب أ؟ نكتب ألفا فوقها همزة، أليس كذلك؟ فلذلك عبروا عنها بالألفات. ويبدأون حساب هذا، انتبهوا ها، عم بتكلم كلام دقيق، ويبدأون حساب هذه الألفات من بعد المد الطبيعي. من فين يبدأ الحساب؟ من بعد المد الطبيعي. فإذا قالوا إن هذا المد بمقدار ثلاث ألفات، يعني ثلاث حركات، لكن شو بدك تضيف إلها؟ المد الطبيعي اللي هو حركتين، فشو صار المجموع؟ خمسة. فإذا قيل إن عاصما كان يمد بمقدار ثلاث ألفات، يعني كم؟ خمس حركات. وإن ورشا وحمزة كانا يمدان بمقدار أربع ألفات، يعني أربع حركات، وتضيف إلها كم؟ حركتي الطبيعي اللي ما بيحسبوها. ليش ما بيحسبوها؟ لأنه ما بيعتبروها مد، شو بيعتبروها؟ قصر. مو عندنا المد والقصر؟ فلما أنت بتقول يا موسى يا آدم، نفس يا آدم يا موسى، لما جاءت الهمزة بعد حرف المد في آدم لم تؤثر هذه الهمزة عندما انقصر المنفصل، لم تؤثر عندما فإذا وجود الهمزة كعدمها عندما انقصر المنفصل، فيسمون هذا الطول القصر، لذلك ما بيعتبروا مد. منين بيعتبروا المد يبدأ؟ إذا بدأنا نزيد من بعد الحركتين، انتبهتوا؟ فما كان حركتين بسموه قصر، والقصر في اللغة الحبس، بمعنى هذا الطول قصر عن الزيادة. ليش بسموه قصر؟ قصر عن الزيادة يعني منع من الزيادة. بسموه كثير من المصنفين القدامى بسموه التمكين، في عبارات منتشرة بكتب بدي وجع لكم رأسكم، لكن خذوا بعض الفوائد. كثير من المصنفين القدامى بيقول لك قرأ فلان وفلان وفلان بالتمكين من غير مد، وقرأ فلان وفلان وفلان بالتمكين والمد. شوف العبارتين، بالتمكين من غير مد وبالتمكين والمد. ماذا يقصدون بالتمكين؟ يعني ما بيقول يا أيها الذين، ما بيقول يا أيها، شو بيقول؟ يا أيها، هذا التمكين، بمكن الحرف يا أيها، فهذا بيسموه التمكين، بس بيقول لك من غير مد. شو يعني من غير مد؟ أي من غير مد زائد. وضح يا شباب؟ بيقول لك بعدين وقرأ فلان وفلان وفلان بالتمكين والمد، يعني بيثبت حرف المد كالطول اللي وبيزيد. وضح يا أخوانا؟
فيبدأون بقياس أزمنة المدود من بعد مين؟ من بعد الطبيعة. هذا عند القدامى. الآن نحن بعصرنا ما عدنا نعمل هيك، نحن بندخل الطبيعي في الحسبان، فمنقول عاصم بمد 5 حركات، وضح؟ الكيسائي وابن عامر بمدوا 4 حركات، ورشو حمزة بمدوا 6 حركات، انتبهنا كيف؟ قلت لعلي قلت بالأمس، أظني قلت بالأمس والله أعلم، يعني عند بعض المعاصرين بل كثير من المعاصرين صاروا يفهمون الألفات على أنها الألف المنطوقة، لأنهم يعني لعلهم لم يطلعوا على مراد المصنفين القدامى. مراد المصنفين القدامى ذكره أبو القاسم الهزلي في كتابه الكامل في القراءات 40 الزائدة عليها، أو يقولون له الكامل في القراءات 50، بيّن مرادهم بالألفات، وأنهم يعنون بالألف الحركة من قولك أ، انتبهنا؟ ففي فهم معاصر أن الألف هي الألف المنطوقة في نحو قالوا. طيب الألف المنطوقة في نحو قالوا كم حركة؟ 2 حركات. فهذه مشكلة كبيرة يا أخواننا، إذا بيجي الواحد بده يأخذ مقياس عند قوم يطبقه على شيء عند قوم آخرين. إذا بدنا نأخذ مقياس المعاصرين على أن الألف هي الألف المنطوقة وهي بمقدار 2 حركات، انطبقوا على ما ذكره الأئمة القدامى في 104 و105 على أن فلان مد بمقدار 5 ألفات. في بعض الكتب ذكرت لورش 5 ألفات، 5 ألفات يعني 5 حركات، وبتحط فوق 2 حركات الطبيعي شو صاروا؟ 7. يعني نحن ممكن نسمي هذا المد فويق الطول، وضح؟ طبعا هذا مع مرور الزمان ما عاد حدا قرأ فيه، يعني الجزري الله يرحمه جعل أعلى مرتبة شو هي؟ الطول. الطول 6 حركات لورشين وحمزة، لكن موجود في الكتب ولا مو موجود؟ موجود، اللي هو مين؟ 5 ألفات. فبعض المعاصرين، وأنا سمعت بأذاني من قراء، يعني ما أروي عن ما أرجم بالغيب، إنه بالطيبة في 10 حركات. شلون 10 حركات؟ قال في 5 ألفات. فهو أخذ المقياس تبع المعاصرين أن الألف بمقدار كم؟ 2 حركات، وطبقوا على نص قديم أن فلان يموت 5 ألفات، فشو طلع معه كم حركة؟ 10. هي مصيبة. أتدرون يا إخوتي، ولو استطردنا قليلا، أن الروم اللي نحن بنعرف الإشمام حركة بالشفتين، ما هيك؟ والروم بعض الحركة كما قال الجزري، أليس كذلك؟ هذا عند البصريين. عند الكوفيين بالعكس، أهل الكوفة بالعكس، إذا قالوا الروم يعنون به ضم الشفتين، وإذا قالوا الإشمام يعنون به تبعيض الحركة. فمصيبة سودة إذا الواحد بده يأخذ مقياس البصريين يطبقوا على كلام مين؟ الكوفيين. إذن دائما بدنا ننتبه، لأن بعض الاصطلاحات مع مرور الزمن يتغير مدلولها، أو يكون لها مدلول عند قوم وليس لها ذات المدلول عند قوم آخرين، كما عند أهل الكوفة والبصرة من حيث الروم والإشمام. فيعني إذا بدنا نأخذ مقياس البصريين ونفتح كتاب كوفي ونجده يتكلم عن الروم وهو يعني الإشمام، ويتكلم عن الإشمام وهو يعني الروم. هل بتتذكروا الجوال أول ما طلع شو كان اسمه؟ ما كان له اسم، صحيح ولا لا؟ جهاز جديد، ناس قالوا المحمول، وناس قالوا الجوال، وناس قالوا النقال، وناس قالوا السيلولر، هي بالفرنسي بمعنى الخليوي، وناس قالوا البورتابل، هي بالفرنسي بورتابل، وشو كمان قالوا؟ والمحمول والموبايل. ناخذ شايف، وبالاخير بتلاقي بعد فتره تستقر المصطلحات. بالاول بيكون في يعني صخب، انتبهنا كيف؟ أتدرون يا إخوتي أنه في أول يعني لما بدأ التأليف كانوا لا يفرقون بين الإدغام الناقص والإخفاء، لا يفرقون بين الإدغام الناقص مثل من يعمل وبين إيه؟ الإخفاء. بعدين بدأت تستقر المصطلحات فقالوا لا، في فرق بينهم، هذا كذا وهذا كذا،
أنا لما بقول فمن، هذا الحرف الثاني موجود، لكن لما بقول من صياصهم أو الإن، ما في سين، الإنسان، إلى الآن في سين؟ ما في سين. إذن هذا ليس مثل فمن. فدائما الأمور بتبدأ غير واضحة، ثم بعد فترة بيقولوا تستقر المصطلحات، فاستقرت المصطلحات على أن الإدغام الناقص غير الإخفاء، أن الروم عند البصريين هو بعض الحركة، والإشمام ضم الشفتين عقب تسكين الحرف أو عقيب تسكين الحرف كما يقول الجزري، ليبين أنه بعده مباشرة. بينما عند الكوفيين لا، بالعكس. فكذلك لما بنسمع نحن في كتب بعض المتأخرين، مثلا الضباع الله يرحمه ويرضى عنه، الإمام العظيم اللي ما لم يأتي بعده مثله إلى اللحظة هاي، الضباع الله يرحمه توفى 1961، أنا ما أعلم أحد ظهر في أمة الإسلام في علم القراءات مثل الضباع إلى الآن، من بعده كل المشايخ على العين والرأس، لكن نسبة وتناسب، نسبة وتناسب. الضباع الله يرضى عنه إمام عظيم، ومع ذلك الله يرحمه كان يقول إنه الألف بمقدار كم حركتين، والألفان 4 حركات، وثلاث ألفات كم 6 حركات. فأنا أقول هذا كلام حتى إذا رأيتموه ورأيتم في كتب القدامى أن فلان يمد بمقدار كذا، لا تظنوا بأن الميزان واحد. انتبهنا إخواني؟ إذن الألف عند المتقدمين ماذا تعني؟ الحركة. الألف عند بعض المعاصرين ماذا تعني؟ الألف المنطوقة بمقدار حركتين. وضوحة؟ طيب نرى على اللوحة. ولأئمة القراءة في قياس أزمنة المدود 5 مقادير، هي القصر، هو المد بمقدار حركتين. انتبهنا؟ فويق القصر، ولاحظوا أنهم قالوا فويق ولم يقولوا فوق، للدلالة على أنه إيه؟ يعني قريب. يا أيها، هذا القصر، يا أيها، هذا مين؟ هذا الفويق، يعني يا دوبك تطلع عن إيه؟ عن الحركتين، يا دوبك. يا أيها، يا أيها، يلا أنا أقرأ وقولوا لي شو هذا. قو أنفسكم، قو أنفسكم، فويق. وضحة. اللي بعده التوسط بمقدار 4 حركات، اللي بعده فويق التوسط لنفس العلة بمقدار كم؟ 5 حركات. الطول وإيش هو؟ بمقدار 6 حركات، 6 حركات. واضح يا أخواننا؟ هذا كله مدخل لمبحث المدود. تنبيه، هذا تكلمت عنه مبارح بالليل قبل ما نمشي، بس كنتم مستعجلين، يمكن بعضكم كان بس بده يطلع، فنعيدها. يتناسب طول الحركة وبالتالي طول المد مع سرعة القراءة تحقيقا وتدويرا وحدرا. فمثلا 4 حركات في التحقيق هي أطول من 4 حركات في التدوير، هي أطول، و4 حركات في التدوير هي أطول من 4 حركات في الحدر. تكلمنا عنها بالأمس وشبهناها بإيه؟ بالبلاطات. يا ريت أخونا المسؤول عن الصوت يخفف لنا الصدى أو يحذفه بالمرة، ما نريد إيكو، الله يخليك. نعم، هذه لوحة ثانية يعني تدعم الأولى، 4 حركات في التحقيق كما ترون. لو قلنا الحركة من هنا إلى هنا، ف4 حركات بالتحقيق بيطلع طولهم هكذا، هذا رسم تقريبي. بينما في التدوير الحركة بتكون أقصر، وبالتالي 4 حركات شو بيكونوا؟ أقصر. كذلك الأمر في الحدر، الحركة نفسها بتصير قصيرة، ف4 بيكونوا أقصر من 4 في التدوير، وال4 في التدوير أقصر من 4 في التحقيق، وقيس عليها بقية المدود. 3 حركات غير 3 وال5 وال6.